السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنستعرض مع حضراتكم ازاي نربط مساعد الذكاء الاصطناعي اللي عملته شركة مايكروسوفت كوبايلوت بالواتساب الخاص بيك، بحيث ان الواتساب يكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي. طبعا ده هيفيدك كتير في كتابة المقالات، او ان انت توصل لمعلومات، او ان انت تصمم اي صورة تحب تعملها. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي انت تعمله هتضغط على المتصفح اللي موجود على جهاز الهاتف الخاص بيك، وتضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو، وبعد كده تضغط عليه، تنتظر لحد ما يفتح معاك. هننزل تحت عند حاجة اسمها شورت لينك اللي هو تحت الرسمة، نضغط عليه. تمام، هيقول لك الرجاء للانتظار. هنا هيقول لك متابعة للدردشة، هضغط على متابعة للدردشة. هنا يفتح معاك على طول مساعد الذكاء الاصطناعي كيو بايلوت، ويفضل مربوط بجهاز الهاتف الخاص بيك. هتضغط على هاي كيو بايلوت. تمام كده، هو هيبدأ يرد عليك. طيب لو انت بقى حابب ان انت تعمل معاه محادثة، هتقول له ما اسمك. تمام، هيبدأ هو يرد عليك. انا معروف باسم كيو بايلوت، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ هتقول له مثلا اللي انت عايزه، هتقول له مثلا اكتب لي مقال عن الاهرامات في حدود 300 كلمة. نضغط على ارسال، هيبدأ على طول يجهز لي المقال ويكتبه لي. هننتظر لحين ما يكتب لي هذا المقال، تابع معايا. وبعد كده هوري لحضرتك ان هو ممكن يصمم لك اي صور حضرتك حبيبها. زي ما حضرتك شايف كده، كتب لي على طول المقال. تمام، وكتبه لي في حدود الكلمات اللي انا طلبتها منه. لو انا مثلا حبيت ان انا اقول له صمم لي صورة، اقول له مثلا ارسم لي صورة عن قطة مثلا تلعب في الزهور. تمام، هطلب منه هذا الطلب واعمل له عملية ارسال. هننتظر. هو بيقول لي ها هي القطة اللعوبة بين الازهار، امل ان تعجبك. هننتظر طبعا لحد ما يصمم لينا الصورة وهيعرضها. زي ما حضرتك شايف كده، على طول صمم لي الصورة بمنتهى السرعة. طبعا الميزة الجميلة اللي في مايكروسوفت كيو بايلوت انه هو هيرد على اي سؤال انت هتطلبه منه، اي معلومة هتطلبها هيجاوب لك عليها، اي صورة هتطلبها هينفذها ليك. طبعا بيرد على الاسئلة بتاعتك سواء كانت باللغة العربية او باي لغة حضرتك هتكتبها، وبيترجم لك لكل اللغات اللي موجودة على مستوى العالم. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.